الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه الوقفة أمام البرلمان المفترض أنه يمثل إرادة الشعب هي لإدانة قرار منع مناضلة نبيلة منيب الأمين العام لحزب الشراكي الموحد، ولكي نقوم كباحث في شؤون الفساد والاستبداد وعلاقة الفساد بالاستبداد، لنقول بأن منع الدكتورة نبيلة منيب هو دليل آخر على لا مصداقية هذه المؤسسات، لأنها منتخبة من الشعب وتمثل شريحة كبيرة من الشعب المغربي وهي التي تنطق باسم الشعب، وهذا يكشف على أن هذه المؤسسة التي يلجها الفاسدون ويلجها مختلسو المال العام ويلجها كل أنواع المافيات تمنع فيها صوت الشعب الذي تمثلها نبيلة منيب، لأن هذه المؤسسة لا تتحمل قول الحق، لا تتحمل كشف الفساد والفاسدين والمفسدين، ولا تتحمل كشف حقيقة هذه المؤسسات التي تتأكد من خلال منع صوت الشعب من أن يعبر عن إرادة الشعب وعن مشاكل الشعب. قضية منع المناضلة نبيلة منيب هو دليل قاطع على فساد هذه المؤسسة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.